ومعنا مشاهدينا الكرام عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك أستاذ لبيد. إذا كان أفراد ميليشيا الحشد يتمتعون على وفق قرار رئيس الوزراء في بغداد بحقوق منتسبي المؤسسات العسكرية الحكومية، لماذا إذن يطالبون بالاستقلالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالتأكيد استقلالية الحشد الشعبي توفر لهم امتيازات تفوق كثيرا الامتيازات التي تتوفر لهم في حالة اندماجهم مع المؤسسة العسكرية، لأن الحشد على صورته الحالية مرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء حيدر العبادي أو رئيس الوزراء بصورة عامة. الحشد يتمتع بامتيازات أخرى من خلال تسيده على الشارع العراقي وكونه يقف فوق القانون، وهناك أيضا امتيازات أخرى أن الحشد طريق اليدين، يستطيع أن يختطف من يشاء ويطلب مقابل اختطاف فدية ويبتز الناس، وبالإضافة إلى الغنائم التي يحصل عليها من خلال الغزوات التي يقوم بها بحجة أن هناك مثلا خلايا نائمة لتنظيم الدولة أو أن تدور معارك هنا وهناك، ويستولي على كل ما يحصل عليه من البيوت التي يقتحمها ويستبيحها. فالحشد على في حالة في الوضع الحالي أفضل له، في له امتيازات كثيرة تفوق كما ذكرنا امتيازات الجيش. يعني على الرغم من أن ميليشيا الحشد تستقطع 60% من راتب الموظفين لتغطية نفقاتها، فإن التحالفات التي تقول إنها تمثل السنة أقرت قانون مصادرة الأملاك لصالح ميليشيا الحشد، إلى ما ترجع تعاطي تلك القوى مع كل ما يخص ميليشيا الحشد؟ سياسة القوى السنية كما تعودنا عليها هي سياسة ذيلية، وهي سياسة تمارس فيها أدنى درجات الدونية، وهذه الموافقة على سلب ممتلكات الناس أبرياء وتجويع نحو عشرات الآلاف من العوائل بسبب مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الانحدار الذي وصلت إليه هذه القوى. لقد انحدرت إلى أدنى مستويات، إلى الحضيض الذي يجعل منها العوبة بيد القوى السياسية الأخرى. القوى السنية بالحقيقة هي التي ألحقت أفتح الأضرار بالمكون الذي تدعي تمثيله، وهي أبعد ما تكون عن ذلك. إلى أي مدى إذن يمكن ربط قرار دمج ميليشيا الحشد بالجيش بموعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ نعم، بالحقيقة ما ذكره العبادي من أنه أصدر مرسوما حكوميا يقضي بدمج الحشد، هذا إجراء شكلي، لأن الحشد يتمتع بقانون الذي هو أعلى مستوى أقوى من المرسوم. نتذكر أنه في نوفمبر عام 2016 صدر قانون من البرلمان بمصادقة البرلمان العراقي على إصدار قانون اعتبار الحشد مؤسسة مستقلة غير مرتبطة لا بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية، وإنما مرتبطة كما أسلفنا بالقائد العام للقوات المسلحة. هذا القانون أقوى من قانون من مرسوم العبادي. العبادي هو يريد أن يذر الرماد بالعيون، ويريد أن يظهر بمظهر الذي حل الحشد، لكنه أعجز من أن يفعل ذلك، والإجراء الذي قام به ما هو إلا مناورة انتخابية، يحاول إرضاء الغرب من جهة، ويحاول أيضا امتصاص النقمة الشعبية بسبب وجود قوات غير شرعية وقوات متسيدة وتتكون من عصابات مسلحة تجوب في الشوارع. يعني وسط نفوذ الحشد وتغول هذه الميليشيا على الدولة، كيف تفسر تصريح علي خامنئي بأن وجود الإيرانيين في العراق هو شأن إيراني؟ نعم، ما أطلقه اليوم علي الخامنئي من اعتبار أن العراق أو تدخلهم في العراق يمثل شأنا داخليا إيرانيا،
إنما ينطلق من زاوية النظر السيد الإيراني أو ولي الفقيه الإيراني باعتباره هو شخصيا علي خامنئي هو ولي الفقيه الآن، ينظر إلى العراق من منظور مبدأ ولاية الفقيه الذي تؤمن به معظم القوى السياسية المتحكمة في القرار الداخلي أو المحلي العراقي، لأن هذه القوى تؤمن بولاية الفقيه الذي بجوهره يعتبر العراق مرتبطا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، هاتفيا من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.